تفعلوا هي اللي خدا فيها عامين. شوف هذه الحكومه ديال الباطل، هذه المافيا، هذه المافيا اللي عندكم، شتي هذه المافيا اللي عندكم راه عندكم من بكري، راه شتي هذه المافيا اللي باقا تما عندكم دابا، راه الخماج ديال الخماج ديال المافيا اللي دازت. راه ما تحطوش اللومه على 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 محمد السادس، ما تظلموش محمد السادس، ما تظلموش على الاخوان. انا كنقول لكم بلاتي انا نحبس هنا، نعاود نجي ثاني ملي مشيت مع دار الخليفه، انا كندخل مع الباب، ندخل معاه، داخل معاه الوالد. انا كنعرف الوالد اذا كان المورال ديالو طايح، كنحس بالمورال ديالو طايح، ماشي هو هذاك. ويدخل لواحد الشيخ ديال المقدمين كان في البيرو، انا تزنا من قدام هذيك المقاطعه ديال البوسمار، ويقول ليه، ويرقز عليه من البيرو كيعيط ليه، قال لي عندك الوجه الكذاب اللي مازال كتجي. انا تشوكيت كنسمع هاد الهضره، لان الوليد كانوا كيحترموه بزاف. ما قلت والو، بقيت كنشوف الوليد عندي دار راسو ما سمعوش. زاد واسمو، المهم قدا شي غرض، واش خدا شي ورقه من المقاطعه ولا خدا شي حاجه خرج. وهي هذيك بس انا نقول لكم شي سيمانه يمكن، الجمعه صلى في الجامع ديال البحيره، توادع مع الناس، توادع مع الفقيه، كيعرفوا الناس وداك الشيء، مسامحه، طلب من المسامحه، سلى الجمعه، خرج من الجمعه، مشى بالبلغه ديالو، مشى حتى لاكورنيش بالجلابه ديالو، ديك الجلابه الثقيله راه كانت عندي انا في الدار، مع شكون اللي خونها، مع شكون اللي سرقها، هذه قصه اخرى، خصني ندير فيديو على وحده من خوتي اللي كان زعما اللي حنينا فيها، عطينا الدار سقط معرياني، هذه قصه اخرى، خصني ندخل هذا المشكل، غادي خصني ندير فيديو على هذه باش تبقى هذاك الفيديو تما، يعاقبها، يعاقب لها غير المورال ديالها، لان درت على عين الخير، الخير اللي درت، كشطاتني، تعريت لا حوايجي ولا السوفينير ديالي من لاسويس ولا دي. انا كنعاود لكم راه هز الهم، انا كنعيش في الميريكان ودماغي في المغرب. على كل حال مشى مسكين الله يرحمه ويرحم الناس، مشى هي هذيك كيشوفوا الناس، كاينين الصياده تما، جيت لاكورنيش في كاينين الصخر، توضى قال لك عاود، هادو شي الناس اللي قال عادي تما، توضى ولح القب ديالو على راسو وطلع، لح راسو من الفوق للصخر، ما جاو الناس كيجريو، قال لك حتى هزوا الماء، هزوا الماء. يمكن هذيك الساعه راه مازال ما ماتش، غير ما عرفوش يعتقوا، يمكن ما كنظنش مات سو بلاس، هو داخل كيشرب معه وشرب الماء وهزوا الماء بالجلابه ديالو الثقيله، ديك ديال الصوف، ديك القديمه ديال المغاربه، قديمه جلابه واعره، وهي هذيك هزوا الماء، جاو الناس كيجريو وجروه وعيطوا للبوليس، جات لهم بينهم وزدوه. دابا انا خدام في الكراج، خدام في الكراج، تجي عندي سي محمد الله يذكره بخير وجارنا، جا عندي قال لي جري الوالد توفى. انا تشوكيت، كنمشي عليكم تشوكيت، لان ما عرفتش، انا حسيت بانه انتحر، لان الوالد بخير وعلى خير، تجي عندي شي واحد قال لي انا حسيت بانه الحصول ما فيه، مشيت كنجري وهادي، مشينا للكوميسيريا وداك الشيء، ناض لقيت جواد، صيفط لمراتو قال لها شوفي الا جاوك البحث واسمو ما تقولي حتى شي حاجه، حنا غادي نديرو معاك واحد المشروع هنا، نعطيك البلسه، نعطيك بلاصه فين تبيع وتشري، فين ترزقي الله وداك الشيء، ولكن الا جاو عندك ما تجبديناش حنا، ما تجبديش اشنو وقع هنا، سينو كلشي غيمشي. انا ما فراسيش، انا جيت للدار، كان ديك الساعه ملي وقعت هاد المصيبه كنجي للدار، كنشوف خوتي وكنجي للدار باش نكون مسؤول، باش نعاونهم وداك الشيء. انا ما قالت لي والو، ما قالت لي والو. ملي جات استدعاء ديال البحث، جات في السميه ديالي انا، جات في سميتي انا، ما جاتش في سميتها هي. ملي جاتني انا في سميتي، عطاتني هي استدعاء، جات للدار وجاتني في سميتي، وهي تشدني وهي تقول لي انا مزوق فيك، ما تقولش داك الشيء راه هاكين وهاكين، ما تقولش راه المقاطعه، ما تجبش المقاطعه، راه داير معايا لقيت جواد غيعطيني جلسه، راه الا قلتيها ما غاديش يعطوني جلسه. قلت لها الدنيا انا، قلت لها صافي الدنيا انا. انا وقعت لي لا سوربريز، لان هي ما كانتش كتقول لي، ما قالت لي والو، هي خلات داك السكري لها هي. المهم مشيت انا، فين مشي البحث، فين داروا معايا، داروا معايا في عين الدير، كانت كوميساريه في عين الدير ديال البحث، هذه الكوميساريه، وما عرفت علاش ما داونيش انا للمعارف،
دوني الكوميساريه ديال عين الدين. المهم واحد كان عقلي انا حزين ويلاه الوالد عندي الله يرحمه توفى واسمو، مشيت انا دقيت في واحد البيرو اخر اللي بغيت نسول واش من بيرو، لان حتى شي واحد ما عطيني انا النمره ديال البيرو ولا شي حاجه. باقي كنعقل دفعت الباب، دقيت ودفعت الباب، واحد كاين واحد خينا تما في هذاك البيرو. شوفوا هاد الناس ديالنا حنا، هاد الناس ملي كيكون عندهم البوفوار، ملي كيكون عندهم الحكم، كيفاش كيكون كيفاش كيحسوا بينا حنا. انا ما عرفتش، انا حليت الباب وهو يغوت عليا واحد شي غوت، سد الباب سد الباب الحمار هكذا. ها وانا ما عارفني واش الوالد عندي توفى، واش عندي الوالد ما عارف. هذا السيد هذا ما سولني، ما قال لي يا وليدي اش خصك، انا ما كتقلب شنو المشكل والو، غير سد الباب الحمار صافي. عرفتي انا حزين، عرفتي اش غنقول لكم، والله العظيم لو كان عندي انا شي فردين تيري فيه، والله تنتيري فيه بالله، كنت عندي انا هذاك الصور ديالي وعندي شي فرد يهز معايا والله تنتيري فيه نضرب عليه هنا. المهم باختصار مشيت لواحد البيرو اخر، عاد سولت شي حد، عاد قال لي ها البيرو اللي خصك تمشي. دخلت عند السيد قال لي تفضل رياح، قال لي انت هو ولد ابراهيم؟ اياه. قال لي شنو وقع ليا، شنو وقع المشكل؟ عاودت ليه المشكل، ما قلتش لي انا راه وقع على قضيه ديال دار الخليفه، هي وحده من السبب اللي اسمو. عاودت ليه القصه ديال بالوادي، اللي بالوادي دا ليه فلوس، دا ليه تقريبا شي في كل شيء تقريبا دا شي 15 مليون ولا ما عرفت شي 17 مليون في كل شيء، بالذهب والفلوس وداك الشيء. وهذاك الوقت راه فلوس، هادي راه فلوس. هذاك الوقت راه كان ديك الساعه الدار تقدر تشريها. انا كنعقل واحد السيد شرا فيلا شراها من عند النصراني في 74 في 72 71. سي عمر كان تريسيان كيبارك عندنا في كراس مارشي سنترا، اسمو سي عمر، كنقولها شرا راه ب 10000 ريال باش عطاه للنصراني. هو تصور الوالد عندي هذيك الساعه راه داو لي شي 15 ولا 17 ولا 10 ولا 12، المهم داو لي اكثر من 4 ولا 5 مليون. وعاودت لهذاك الباحث انسبكتور قيد الرابور وداك الشيء، وما جبتش انا الحس ديال دار الخليفه. يوم اللي هوت للدار قلت لمراتو شوفي هو سيري قولي لقيت جواد صافي، ما هضرتش انا على القضيه، لان انا كنت كنخمم لخوتي. انا على خوتي علاش درتها؟ كذب عليكم، انا على خوتي، انا راه ما ديت والو في داكشي، راه اليومين هذا راه ما عمرها عطاتني ريال، ريال ما عطاتنيش، رغم ان الظروف اللي عشتها انا عشتها تعيسه تعيسه عشتها تعيسه. كاين النهار اللي ما كناكلش، كاين النهار اللي ما والله العظيم اقسم لك يمينا وحق هذا القران اللي كنقول لكم الحقيقه، وحق هذا المصحف الا كنقول لخوتي دابا كنهضر معكم، الا زدت عليكم شي هضره ولا نقصت بالضبط الله نتحاسب، لان انتم امكم ما كتقولش لكم الحقيقه وما معاوداش لكم شنو كاين. انا فيا ما نمشي عند القيد جواد، انا نمشي عند القيد جواد، جاتني السيده نقول لها انا اعطيني انا الجلسه، اعطيها لي انا، عطيها لي بغيتي ندير معاك هنا، كتبها لي كتابيا، انا كنت سمارت كتبها لي كتابيا، اعطيها لي انا، تعطيها انا واخا ما تعطينيش غنقول، وعطيها لي واش خاسر، عطيها لي انا ونكريها هذيك الساعه ولا نكريها ليها ولا. ولكن انا قلت انا خذاتها هي الدنيا هنا بحال بحال انا على خوتي باش يقراو فهمتي ويتمعشوا، لان ما عندهاش كيفاش تصرف عليهم، ما عندهاش كيفاش تصرف عليهم. الوالد ما بقى عنده والو، خلا ملي توفى خلا 1200 ريال. انا الوقيله انا اللي عطيتها ليه، هذيك الليله كان مريض، هذيك الايامات كان مريض، كان ديبريسيون، وكان عيط ليا باش هو كيخمم غادي يدير العمليه، غادي يدير العمليه، وكيعيط ليا باش نكون انا باش نكون مسؤول على خوتي. انا باقي كنعقل هذيك لابيريود، نقول لكم شي 10 ايام هكذا كلش. ايوا المهم مشات وقالت لقيت جواد اش كاين، وعطاها الجلسه، عطاها الجلسه، وانا هذيك الجلسه ما استفدتش منها، ما عمرني استفدت منها، وما عندي ما ندير بها دابا، ما عندي ما ندير بها. انا كنقول لكم انا اللي عطى الله عطاه، خوتي تبارك الله قراو كلهم قراو، هذه نتيجه مزيانه. اللي ما قراش راه قد براسو، راه عنده محل في هذيك الجلسه، راه واخد حانوت في هذا المارشي ديال عبد الهادي، راه واخد حانوت على قبل هذه الجلسه. والله الله الله يكمل عليه. انا تنقول لكم دابا شنو كاين، وغادي تجيهم مصادفه، غتجيهم مفاجاه لهذا الفيديو ملي غادي تصنتوا ليه، غتجيهم مفاجاه، غيتفاجئوا بالحقيقه. لان كنت كنخمم انا باغي نقول لهم انا هادشي، وانا دابا كنعيش مع الميريكان، ملي كنمشي ما كنبغيش نجبد هادشي، مشيت مره واحده
21 عام ما دخلش للمغرب حتى توفات البر، عاد دخلت المغرب، والدخله ديال المغرب ما بغيت نهضر لا على حوايج اللي تسرقوا ولا على الدار اللي مشات ولا على هذه الجلسه على خير الجلسه، ولا مابغيتش نجمع خوتي نبدا نهضر انا في هذا الشيء. كيفاش انا دخلت 21 عام وندخل وهما فرحانين بيا وندير لهم انا نقلب لهم النجوم؟ ما جاتش. وانا دابا انا جيت عامين ما عاودش رجعت، دابا انا عامين هذه دخلت في 2016، حنا اليوم في 2018، راه ما عاودش رجعت وما باغيش ندخل منها عامين وثلاث سنين وندخل ثاني ونعاود نجمعهم ونعاود لهم هاد لافير. هادشي علاش كندير انا هذا الفيديو، هادشي علاش انا قررت باش ندير هذا الفيديو. والمهم هذه هي الحقيقه الوليد، كتسمعوا اخوتي اسمحوا لي، وهذه الحقيقه انا خصني نقول لكم الحقيقه، خصكم تعرفوا الحقيقه ومن حقكم تعرفوا الحقيقه. راه الجلسه راه خدتوها خدرتها منكم على 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 ظهر ديال المرحوم ديال الوالد عندي، وبالمعاونه والمساعده ديالي انا باش خدتو باش خدت الجلسه باش عيشاتكم. لا تكونوا غالطين، لا تكونوا غالطين، لا تقولوا خونا كبير وما ما داش فينا ولا شي حاجه ولا ما صرفش عندنا ولا شي حاجه، ولا تسمعوا شي هضره هكذا. راه حقي انا خليته لكم في الجلسه، وحتى مصطفى ما بغيتش نقولها ليه، مصطفى ما بغيتش نقولها ليه، مسكين حتى هو زيزون وتكرفص، وراه كتشوفوا الحاله راكم عارفين، حتى هو ما تفرق في هذيك الجلسه وما غاديش يطبع عليكم في هذيك الجلسه. ودابا اللي عطى الله عطى، ما بقاش الجلسه دابا، دابا جلسه تقلبات حانوت، والحانوت كيتزق فيها الخوادري، الله يكمل عليه. الله احنا ما طامعينش، ما طامعين لكم لف، ما طامعش لك انا في الحانوت وما ناخذش انا من عندك فرنك، ما عندي ما ندير انا. لا انا الله غني، غنيني في القلب، انا مغني من عند الله من الصغر ديالي وانا مغني. اللي تاع الدراري صحابي اللي كيعرفوني كيعرفوني، انا كنت كندور مع الدراري، انا كنت كندير الميكانيك، تكون الحركه شويه كنجي عند الدراري في الدرب اللي خاصو شي حاجه كنعطيها ليه. الدراري ما كيعرفوني الدراري صحابي، لكن الدراري سي محمد النميسا، كاين حمود، كاين العزوه، كاين يوسف الله يذكره بخير، الدراري باقي في الحياه، كاين ولد عمي انا احمد صديقي وولد عم عندي، كاين هاد الدراري كنهضر لكم على ولاد ضرب قباس، كاين محمد اللي كتكلم معاه كوره، كاين الدراري اللي ماتوا، حميد كاري مسكين توفى انا سمعت الله يرحمه، كنعزي والديه وكنعزي الدراري اللي ماتوا اللي ما فراش، احمد مسكين احمد لارام ديال الرويال الله يرحمه، خو سعيد الله يرحمه قالوا لي توفى انا تشوكيت، توفاو بزاف الدراري مساكن بزاف الله يرحمهم، كاين ديب الله يرحمه توفى بكري قبل المسيره، وكاين بعض الدراري راهم باقي في الحياه اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو راه كيعرفوني كيعرفوا واش كنقول، وكيعرفوا الوالد راهم كيعرفوا الوالد، هذا الشيء كنقول لكم انا راه كلهم كيعرفوا الوالد، هاد الدراري كلهم كيعرفوا الوالد عندي، كيعرفوه في البحيره وكيعرفوا واش كان وكيعرفوا كلهم، لا الدراري اللي توفى ولا الدراري اللي باقي في الحياه. ايوا هذه هي القصه في الاخر. حنا كنت سمعناها الله يرحم الوالدين، وكنت سمعناها كلمه ديال الاعتراف، غير الاعتراف وغير الحقيقه، تعاود لخوتي وتقول لهم ودي خوكم راه دار واحد المجهود حتى هو، راه به هو باش خدت هذه الجلسه، وبه هو باش شريت انا هاد الدار، وبه هو باش اسمو. ايوا ماشي نهضر معاك في التليفون وتقول لي صيفط لي شي حاجه شهريا. انا ملي قالت لي هذيك تقلقت بزاف، تقلقت بزاف بزاف تقلقت، لان امي انا ما كنصيفط ليها شهريا، مره مره كنصيفط ليها على عندي باش تبارك الله. هاو دير يو، هاو دير يو، هاو دير يو يا اسك مي، هاو دير يو يا اسك مي تو سند يو ماني افري مونت، هاو دير يو، هاو دير يو. ملي شريتيها لي انا مع الوالد وخرجت من الدار وانا عندي 14 عام وانا في عوض ما تحضنيني كولدك، كاينه مدرسه الضرباني احضانا، سير غير هضري مع المدرسه ديال الضرباني احضانا يدخلوني نقرا، لان كنت باغي نقرا. وجارتنا الله يذكرها بخير امي الزهره قالت عليك وانا باقي مازال في ودني حداك، قالت لي ماك ويلي، قالت لي ماك ما تشوفي ليه الضرباني الدري باقي صغير وانت كتقولي لي سير خدم، خدم على خوتك. انا يخدم على خوتي، انا 14 عام كتقولي لي خرج خدم على خوتك، انا ولد 14 عام وانت تقول لي سير خرج خدم على خوتك. ومشيت كنتعلم الميكانيك، مشيت كنتعلم الميكانيك،
وكنجي ما كنلقى حتى الماكله، ولا لقيت الماكله كتشدي الطبسيل فيه الماكله وتمسحي داك داكشي ليميات، كنقول لك تمسحي داكشي في الطبله وتلوحي لي انا في الطبسيل قدامي، انا قدامي قدامي تمسحي الطبله وتلوحي داك الشيره ديال الماكله تلوحي لي انا في الطبسيل، وجيعان انا جيعان خصني ناكل، باش خصني نتعلم ديك الصناعه ديال الميكانيك، نمشي نعاود للكراج ثاني نعاود نرجع، هذا هو الجزاء. اش درت لك انا؟ اش درت؟ اش درت؟ شنو هو ذنبي؟ شنو هو ذنبي اللي تشرط من الدار؟ وكون ما بقيتش الوالده فين نمشي انا ولد 14 عام؟ كون الوالده ما حلاش لي الباب وعطاتني بيت في الناس، فين غنمشي انا؟ فين نمشي انا ولد 14 عام؟ ما عارفش، ما عارف انا جيت بالخيريه، انا عشت في الخيريه، كبرت في الخيريه، ما عرفت حتى الزنقه، انا ما كنعرفش حتى الزنقه، كنعرف انا هاد الدار ديالنا في درب القباس ودار عمي في درب السلطان، هي اللي كنعرف، ما كنعرف حتى نعقل على الحي المحمدي ونعقل على مولاي الشريف، نعرف الدار البيضاء ماشي ما نعرفهاش، نعرفها لان الطوبيسات النوامر ديال الطوبيسات كنت حافظهم. انا اللي كنقول لك انا درت الكالفي، اللي كنقول لك انا ديري الخير مع ولادك، ديري الخير مع ولادك، ديري الخير مع ولادك، هادشي اللي سمعني جاني ندير هاد الفيديو، انا سمعت شي حوايج يلا سمعتهم وانا مقلق بزاف، لان خوتي عزاز عليا، ما نبغيش واحد من خوتي يتاذى. وانت راه ما دايراش الخير مع بنتك، انت راه ما دايراش الخير مع بنتك، هادشي اللي كديري لبنتك راه غداك قدام الله تحاسبي معاه. الا انت مريضه فيك العصب ولا مريضه ولا فيك داك الشر ولا عصب، سيري للسبيطار، سيري شوفي الطبيب، ما تخرجيهاش من بنتك. انا اختي عزيزه عليا وخوتي كاع عزيز عليا، وما نبغيش حتى شي واحد يتاذى. وهاد المعامله اللي كتعامليها انا راه غادي واقيلا غادي تدفعيني، غادي نهول المغرب، غادي نهول المغرب وغادي نواجهك في هاد القضيه وغادي نحط لك كلشي في وجهك. وانا كنقول لك انا والله جري عليها من الدار، انا كنقول لك والله جري عليها من الدار، وهي عندها جوج وليدات ما عندهاش فين تمشي، انا غادي نحيدها من كلشي، نحيدها من كلشي ونكري ليها ونحلف عليها ما عمرها تصد لك، ما عمرها تهضر معاك، ما عمرها تصد لك، انا اللي غنكري ليها، نحيد الفلوس من كلشي انا ونكري ليها، والله ما عمرها تصد لك، ولا عمرك شتي هاد الوجه ولا هضرتي معايا. سيري دخلي سوق راسك، كبرتي وحجيتي نتوما كتحجو كتكفروا، لا كبرتي وحجيتي سيري يا لالا غسلي عظامك وجدي راسك، بان راه الموت كتسناك، حنا كاع الموت كتسنانا، ولكن حنا كنديروا العمل ديالنا كنبريباريو ريوسنا باش غدا قدام الله سبحانه وتعالى يكون المصير ديالنا مزيان. يعني انت ما كنتي غادي هادشي غادي معاك، وتبارك الله بناتك يعطيوك، ولدك يعطيك، ولادك يعطيوك، بناتك يعطيوك، وهاد بنتك اللي هي دابا معاك في الدار هازه المصروف على راسها، اش بغيتي عندها؟ يمكن كتخلص لك الكرا، انا ما قالش ليا، ما قالش ليا، انا كنظن انا كنظن كتخلص لك الكرا، كتخلص لك شي حاجه ديال الكرا، انا كنظن هي ما قالش، هي ما قالش، ولكن انا ما قالش، انا غير تشكات عليا مضروره مسكينه وداك الشيء تشكات عليا، انا عارف اش كاين، انا كنخدم دماغي ديالي، انا ما باغيش نخرج معاك للعيب، ما عمرني بغيت نخرج معاك للعيب، ما عمرني بغيت نجرح انا خوتي، ما عمرني قلت هاد الهضره لخوتي، وما عمرني هضرت معاهم، وما عمرني كنت ناوي نقولها ليهم، هادشي كاع اللي كنقول لك انا، هادشي اللي جريتي عليا انا من الدار، وجريتي على خويا مصطفى من الدار، وكذبتي على الوالد كتقول لي انا كنبيع حوايجي، انت كتعطي حوايجي لسيدي يحيى، الموني سيدي يحيى كتصوبي معاهم، الموني سيدي يحيى كتصوبي معاهم زوين.